انتقل إلى الأمجاد السماوية الفنان الأردني الكبير نبيل المشيني بعد مسيرة حافلة بالعطاء استمرت لأكثر من 50 عاماً، استطاع خلالها أن يشكل علامة فارقة في تاريخ الفن والثقافة الأردنية، خاصة في الدراما الأردنية والعربية، مسجلاً إبداعات متميزة في هذا المجال، حيث قدم الراحل على مدار حياته الكثير من الأعمال الإذاعية والمسرحية والتلفزيونية، حتى صار اسمه حاضراً في ذاكرة أجيال من الأردنيين والعرب ممن واظبوا على مشاهدة إنتاجه الفني الرائع وأدواره التمثيلية الهادفة، حيث كانت الأسرة العربية تجتمع حول التلفاز فيرسم أبو عواد البسمة على وجوه أفرادها. شيع جثمان الفنان نبيل المشيني بصلوات جنائزية حزينة ترأسها سيادة المطران ويليام الشوملي في كنيسة مقبرة أم الحيران بحضور عدد من الأباء الكهنة والفنانين والمثقفين وجمع كبير من أصدقاء الراحل وذويه. وأكد المطران الشوملي في كلمته إلى المشيعين بأن الفقيد ينتمي إلى عائلة مثقفة وملتزمة دينياً ووطنياً واجتماعياً، وقد أعطاه الله ذهناً متقداً ومواهب جمة، فكان كاتباً مسرحياً وناقداً وأديباً ورجل سياسة ومجتمع أحبه الناس كثيراً، وخصوصاً من خلال شخصية أبو عواد الكوميدية التي كانت مدرسة مجتمعية أفادت وألهمت الملايين من المشاهدين الأردنيين والعرب. أسرة مكتب فضائية نورسات في الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل يتقدمون بخالص العزاء والمواساة على رجاء القيامة لأهل الفقيد ولكل محبي الفنان نبيل المشيني.